بالنسبه للحشوه الثالثه اللي غادي نديرو بالدجاج وغادي نديرو فيها لا دان فيمي، عندي هنا المحلى درت فيها معلقه ديال الزبده، غادي نضيف لها واحد جوج ريوس ديال البرو ونخلي هاد لي كواغو ديالي حتى يطيبو ينزلو مزيان، تولي عندي بحال اون فوندو ديال لي كواغو يطيبو مزيان، ونضيف لها شويه ديال الملحه وشويه الابزار صافي، وغادي نخليو هاد لي كواغو ديالنا حتى كيطيبو مزيان. من بعد ما كيتشحر عندي هاد البرو هذا كنديرو فواحد الاناء، شتو كيتحمر بشويه بشويه عليه العافيه مهيله، وغادي نضيف عليه 250 غرام ديال الجامبون فومي اللي خديته وطحنته بحال هكا كيكون مقطع رقيق رقيق رقيق. غادي ناخذ المقله اللي شحرت فيها الكوارو اللي طاب لي فيها الكوارو، غادي نضيف هنا واحد المعلقه ديال الزبده نتسنى عليها تذوب، وغادي نضيف 750 غرام ديال الدجاج صدر الدجاج يكون هكا مقطع طرافي غلاط، حيت من بعد غادي نطحنوه غير يتشحر معنا شويه، غادي نضيف الملحة والإبزار والثومة هنا ضفت الثومة، غادي نضيف واحد المعلقة ديال سكينجبير، إلا متوفر عندكم طري أحسن ديروه طري، أنا ما متوفرش عندي دابا بدلتو بهذا باليابس غبرة يكون الطحون جديد، وغادي نتسنى على هاد الدجاج هذا ديالي غير يتحمر ميبقاش هكا بيض، وغادي ندوز باش نطحنو. هنا طاب عندي الدجاج غادي نحيدو وغادي نحتفظ بهاد المرق هذا انتم غتشوفوا شنو غندير به. هنا كنوضع الدجاج في واحد الاناء ونخليه واحد شويه يدفى، عاد ديك الساعات غندوز باش نطحنو. بالنسبه لهذا المرق اللي بقى عندنا كما كتشوفوا غادي نضيف عليه واحد تقريبا واحد 160 مليلتر ديال الكريمه، واحد المعلقه ديال الدقيق، انا غادي ندير بيشاميل وهي تكون عقده، وغادي نخلط هذا الشيء كامل، ما محتاجاش نضيف ليدام لان فيها ليدام، نتسنى عليها تعقد باش هي اللي غادي تكون عندي لا ليزون اللي غادي تجمع لينا داك الخليط كامل. هنا كناخذ الدجاج وكنطحنو بحال هكا حتى كيرجع مفرتت، وكنضيفو على داك الجامبون فومي على داك البوارو اللي شحرنا، وغادي نضيف أربعة ديال القطع ديال الجبن هذا المربع اللي كيكون بالاعشاب كيكون منسم بالاعشاب، غادي نضيف عليه علبه ديال الجبن اللي كيكون حتى هو مدخن بالشاركوتري، هادو كيكون فيهم النسمات زوينين وفيهم بزاف ديال ليغو ديال الشاركوتري، يعني غادي توالم مع الوصفه اللي عندي. غادي نخلط هادشي كامل، وغادي نخليها ترتاح الوصفه بثلاثه، غادي نخليهم يرتاحوا على الاقل واحد ساعتين باش كل حاجه كتطلق في بعضياتها، وديك الساعات غادي ندوزو باش نبداو نعمرو هاد لي سيكار ديالنا.
هذه كتكون حشوه لذيذه بزاف. البيشاميل اللي شحرت اللي درتها بالكريمه حتى هي نسيتها، غادي نزيدها على الخليط وغادي نخلط هادشي كامل حتى غتحصل على حشوه بحال هكا، كتجي معلكه وبنينه بزاف عاد، فيها الدجاج والديك الرومي المدخن والاجبان بحال هكا. وغادي نخلي الوصفات بثلاثه كيرتاحوا، انا غنخليهم بثلاثه ليله كامله في الثلاجه حتى غادي تلقوا بعضياتهم وغادي يبردوا كاملا، يعني خصهم يبردوا تماما عاد ندوزو باش نعمرهم. كما كتشوفوا عندي الحشوات هنايا كيباتوا ليله كامله في الثلاجه، عاد كنزول لهم هذا البلاستيك ديالهم. عندي الحشوات بثلاثه كيباتوا، منها كيعقدوا ومنها كيبردوا وكيطلقوا النسمات كلهم في بعضياتهم. دابا ندوزو باش ندوزو في المرحله ديال نعمروهم بالورقه البسطيله. ندوزو دابا لهذا الشكل هذا ديال الدجاج فيمي، غادي نوريكم كيفاش غادي ندير الورقه. غادي ناخذ الورقه وغادي نقطعها هكا على النص، غادي ناخذ هاد النص هذا وغادي نديرو هكا على ثلاثة باش كل ورقه كتعطيني ستة ديال مثلثات. وهذا غنقسمو حتى هو على جوج. كيعطوني ستة ديال البريوات، غنحيد ليهم هاد الراس هذا الفوقاني، بعد غنحيد هاد الزوائد لان الورقه ديال البخار كتكون شويه ناشفه غير شويه كيما شفتو هكا. وغادي نحطهم حدايا كنفرقهم بحال هكا، كناخذ الورقه هذا المثلث وكناخذ بودان. عندي هنا الحشوه راه كتكون دغيا ملي كنديروها في الثلاجه كتسهل علينا اننا نحربلوها بحال هكا، كنحط هاد الحربول هكا شويه، كنكون دايره زليفه فيها شويه الطحين وكنلوي الحربول ديالي عادي بحال هكا. نعاود معكم واحده اخرى، عندي هنا شويه ديال الطحين وغادي نحط هذاك الحربول هكا وغادي نلوي بحال هكا. عندي هنا عندكم الاختيار، اما تخليهم هكا اولا تدوزوهم في لاشابيغ بحال اللي غندير لهم انا، غادي ندوزهم في ابيض البيض ومن بعد غادي ندوزهم في لاشابلوغ. هنا عندي لاشابلوغ هادي في ميزون غير الباريزيان، كتيبسوه مزيان ومن بعد كطحنوه مع شويه ديال الملح وداك لو سيل شينوا، شويه ديال الاعشاب منسمه، الثومه غبره، البصله غبره، ومن بعد كنلوح فيهم شويه ديال كما شفتوا الزنجلان ابيض والزنجلان اسود، وكنحصل على دي سيجار بحال هكا. كندوزوهم مزيان في لاشابلوغ وكنخليوهم فوق شي بلاطو حتى كينشفوا مزيان، عاد يمكن لينا ديك الساعات نجمعوهم في لي طابر اللي غادي تكونجولاو فيهم اولا نقليوهم ديك الساعات. وهكا كنكون كملت الكميه ديالي كلها، كنستفها هذا البلاطو هذا وكنخليهم كيضربهم برتي شويه باش كتنشف عليهم ديك لاشابلوغ، عاد ديك الساعات نجمعهم في البواط. ندوزو دابا البريوات الثانيين ديال الكفته والفرماج،
كناخذو هكا شرائط طوال، يعني كنقطعو غير الورقة على شرائط، كناخذو واحد شوية كنحطوه. باش قلت لكم الحشوة ملي كتكون باردة كتسهل أننا نشكلوها بحال هكا. باش تسربيو دغيا كتحطو، غادي نديروهم على شكل بريوات. كناخد الطحين وهذا الشيء اللي شايط كنقطعوها هكا بالمقص، وكيكون عندي هكا الزنجلان اسود والزنجلان ابيض. كنغطس ليها الراس ديالها في ابيض البيض، وكندير لها هاد الرويز ديالها هكا بحال هكا باش كن نخلفهم ما كنتلفش بيناتهم. دائما كنزيروا هاد الجناب هادو باش الحشوه ما تخرجش لينا. كنحيدوا هاد الفائض ديال العجينه ديال، وغادي نغطس ليها راسها في الابيض البيض. هاد المره نديرها بالزنجلان اسود بحال هكا. نكمل الكميه كلها اللي عندي ونتلاقاو. ندوزو دابا لهاد الشكل الثالث ديال الحوت. كناخذوا الورقه كنقطعوها كما درنا في النوبه الاولى، كنديروا شويه ديال الحشوه كنجمعوا هاد الجنيبات هكا وكنلويو. كناخذوا شويه ديال الطحين وكندور. كناخذوا ورقه اخرى كنحطوا هذه هكا وكنعاود نلويو هذه هكا. كناخذوا ورقه ديال المعدنوس بحال هكا كنحطوها وكنسدو شويه ديال الطحين وكنحصلو على دي بوده. نعاود معكم واحد اخرى. كناخذو شويه ديال الحشوه كنجمعوا هاد الجنيبات وكنسدوا البودان ديالنا عادي. كناخذوا واحد الورقه اخرى كنعاود نحطوا البودان ديالنا هنا وكنجمعوا هاد الجنيبات هكا. كنجيو هنا وكنحطوا ورقه ديال المعدنوس وكنسدو بالدقيق، وهكا كنحصلو على دينين اللي بهذا الشكل هذا. كندخلهم اما الفران كندهنوهم بالزيت اولا كنقليوهم في حمام زيت. وهذا هو الشكل النهائي ديال هذا الهنام اللي صوبنا بالحوت والصومو فيمي، كيجيو بحال هكا مزيونين. هنا بعد ما ساليت لي سيغار ديالي البريوات دوك لي نيم درتهم هنا في العلب البلاستيكيه. درت البابي الومنيوم هو الاول، عاد زدت عليه السلوفان وغطيتهم مزيان بفاصون باش ما تدخلش ليهم النفس علاقة، وكنكتب عليهم لداخل التيكيته ديالهم كل حاجه شنو فيها هكا، وكنحتفظوا بهم في المجمد لغايه ديال الوقيته اللي غادي نقليوهم اولا ندخلوهم للفران. بحال هكا كنفرقوا بيناتهم بالبلاستيك، بحال هكا كنفرقوا بيناتهم بالبلاستيك باش ما حتى حاجه ما تشم حاجه. الدجاج يبقى دجاج والحوت يبقى حوت والكفته تبقى هي هذه. هادشي اللي كاين، ونتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش من الاشتراك وتفعيل الجرس
نقولكم الى اللقاء، وشكرا على التعليق ديالكم مره اخرى.